السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعي قناتي قناة ياسمينة اليوتيوب وأخبار النجوم. من 48 ساعة بالظبط اشتعل السوشيال ميديا بخبر جديد عن الفنانة حورية فرغلي. الكل فرح لحورية، خطوبة حورية ونزار الفارس. الإعلام العراقي اللي كلنا عارفينه صاحب المشكلة إياها مع رانيا يوسف، ولحد هنا قلنا خلاص ألف مبروك يا حورية والناس كلها فرحت. لكن الجديد معانا بقى اللغط اللي حصل وإثارة الجدل على السوشيال ميديا. يا ترى إيه اللي حصل؟ حورية فرغلي طلعت وكدبت نزار، وده بعد انتشار فيديو ليها وهي بترقص معاه، وقالت إن هي ما اتخطبتلوش ولا حاجة وهترفع عليه قضية. يا ترى هو سكت؟ طب إيه أصل الحكاية؟ لا هو كمان طلع رد، وأصل الحكاية كان غريب جدا. هنتابع مع بعض ونعرف، ولكن الموضوع بالفعل محتاج ان انتوا تتابعوا الفيديو علشان تكتبوا في الاخر رأيكم في التعليقات. يلا بسرعة اضغطوا لايك ونرجع ليكم مرة تانية بعد الفاصل. اتفاجئنا كلنا ان ريهام سعيد نزلت خبر خطوبة نزار الفارس على حورية فرغلي، ولحد هنا الكل قال مبروك، واخيرا الحظ ابتسم لحورية وربنا اراد يعوضها عن كل الازمات اللي مرت بيها وكلنا عارفينها والعمليات ومشاكلها الصحية. انتشر فيديو لرأس حورية هي ونزار، وده على أغنية ماجد المهندس. وبعد كده كمان انتشر فيديو تاني طلع فيه نزار، وهتشوفوه معايا دلوقتي، هو وحورية وهو بيقول لها انه بيغير عليها جدا وان الراجل شرقي وما بيقبلش اللبس القصير والكلام اللي انتوا عارفينه. وهي طبعا من خلال الفيديو كانت مبسوطة جدا. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو وبعدين نرجع نتكلم ونشوف اصل المشكلة. بصي انا غير من هسه لبس قصير ممنوع. لبس قصير ممنوع، اصحاب كثير ماكو، ما اقبل. ما عليك بحثه، انا هرفع عليه قضيه. هو خطبني؟ طيب هو لو هو خطبني، هو شاف ابويا، شاف امي، شاف اخويا، لا خطبني من مين؟ خطبني من نفسي؟ ما انا ابويا عايش وامي عايشه واخويا عايش. وزي ما شفنا مع بعض هي كانت موافقة جدا على غيرته عليها، وواضح جدا في الفيديو ان هم طالعين بيقدموا فيديو مع بعض متفقين عليه وموافقة جدا جدا. ولكن الجديد بقى بعد انتشار الاخبار دي طلعت حورية تكذب الخبر وتقول ان هي ما اتخطبتش لنزار ولا حاجة، وان هي هترفع عليه قضية، وازاي يعمل كده، وان هو خدعها ودخل بيتها عادي جدا علشان يسجل معاها حلقة في برنامجه. وانها بعد كده فوجئت بان نزار سرب خبر الخطوبه ونزل الفيديوهات دي اللي صورها ليها طبعا من غير ما هي تعرف، وتوعدته ان هي هترفع عليه قضيه، وقالت ان الكلام ده عمل لها مشاكل لباباها ولاخوها ولاهلها، وازاي يقول حاجه زي كده. ورجعت خرجت مره تانية مع ريهام سعيد علشان تكذب الخبر، وهو بالتأكيد طبعا مش هيسكت، طلع علشان يبرأ موقفه ويقول انه بالفعل ان هي كانت بتتكلم معه وبتقوله ان هي كبرت في السن وانها مش هتتجوز ومش لاقي حد يحبها خصوصا بعد العمليات اللي عملتها. فهو رد عليها وبصفته بقى رجل عاطفي راح قال لها ان هو هيتقدم لها، وقال لها ايه رأيك لو واحدة راحت تقدم لك؟ فهي على الفور وافقت وقاموا رقصوا مع بعض. وده طبعا كان تصريحات نزار الفارس، وقال بعد كده هي تنصلت من الخطوبة دي. والحقيقة هنا بقى في موضوع كبير جدا وامور في الكواليس بتحصل. هو مساء الخير اصدقائي، ردي على موضوع الاستاذة الجميلة حورية فرغلي. قالت معي الباحة من شفتها بالتصوير، انا كبرت بالعمر بعد ما حد يحبني، مسوي عمليات تجميل، نفسية تعبانة، من يرضى يحبني او ممكن اتزوج مرة ثانية؟ قلت لو يتيج عراقي، انا عراقي واخطبك هسه على الهواء مباشرة، توافقين؟ قالت اوافق بالخطوبة. قلت جيبي ايدك خلي نقوم نقص مع بعض. رقصت على غيت ماجد المهندس وانا كله مصور راح ينزل برنامج. قلت انا خطبتك على الهواء. قالت لي موافقة. بعدين طلعنا للبلكونة صرت مع تصوير، قلت لها ممنوع تلبسي لبس قصير، انا غار عليك، انا كذا. وافقت وحياة حلوة، قالت حنتشاوف بكرة نتعشى مع بعض والحياة حلوة وجميلة. الكلام هذا كله موثق وموجود، انا احبها انا احترمها، فمن شفتها ما حد ما يرضى يتزوج قلت انا اتزوجك، انا خطبتك على الهواء وهي وافقت بالفيديو، قالت انا موافقة. بس اقدر اقول لكم في الفيديو هي معانا بالصوت وصوت انا موافقه وكانت فرحانه، تحياتي وتذكر كانت فرحانه ووافقت بالفيديو. اكمل كانت فرحانه هي تقول باللقاء انه انا ما في حد يتزوجني، كانت مكسره. قلت انا اتبرع اتزوج، ليش ايش تقولين؟ انت فنانه جميله وانا احبها انا احترمها انا اقدرها.
هو ايه اللي بيحصل ده وبتستخفه بالناس ازاي. يعني انت يا نزار طلعت وقلت ان انت خطبتها واعطيت الفيديوهات دي وخصيت برنامج ريهام سعيد في صبايا الشمس ان هي تقول ان انت خطبت حورية. يعني انت كده بتقول بالفعل ان الكلام ما كانش مجاملة، كلامك لحورية وانك خطبتها. طيب بعد ما خطبتها وهي بقى تنصرت من الموضوع ده وطلعت ووضحت ان انت كنت بتجاملها وان انت كان لازم ترد عليها وتقول لها ان انت هتخطبها وان في واحد عراقي موافق ان هو يخطبها. يعني هنا انا عايزه افهم حضرتك كنت ناوي بالفعل تخطبها ولا كان كلام مجامله؟ ده الجزء الاول. ثانيا يا استاذه حوريه فرغلي، ازاي بتتصوري معاه وانت بترقصي ومش شايفه الكاميرات اللي انت بتقولي بنفسك وبعضمه لسانك انها منتشره في بيتك، مش شايفاهم وهما بيصوروكي وبتقولي بعد كده ان هو نزل الفيديو ده؟ طب والفيديو اللي انت صورتيه معاه وبتقولي عليه ان انت بتهزري، هل هو من المعقول لما يقولك انه بيغير عليكي وانه رجل شرقي تقولي له ان انت موافقه جدا وواضح جدا من خلال كلامكم مع بعض والدويت اللي حصل ان انت كنت موافقه عن كل اللي بيتقال وان الفيديو ده كان بيتصور بدليل حضرتك بصه انت وهو على الكاميرا تصوروا سيلفي، بعد كده طلعت تنكري مع ريهام سعيد وتقولي انا هرفع عليه قضيه وان انت اتخدعتي وهو خدعك، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وكمان ريهام سعيد لما تنشر خبر زي ده وكان المفروض ان هي تتاكد من حريه، ده لو ان عندها النيه صافيه وان هي بتنشر الخبر ده عادي جدا ومش قصدها اي حاجه. مع ان استاذه ريهام ساعه قضيه وفاء مكي لو فاكرين ونشرنا عنها اكتر من فيديو قبل كده، وقال شاهد العيان في الوقت ده ان هو شاف الحادثه وقال ان في فنانين كتير راحوا في الرجلين ودخلوا وشاهدوا علشان يجاملوا وفاء مكي، كان منهم احمد راتب وممدوح وافي لو تفتكر. وبعد كده خرجت بقى بنت الفنان احمد راتب وتوعدت ريهام ان هي لو ما اعتذرتش هتقيم عليها قضيه وترفع قضيه، وكمان بنت الفنان ممدوح وافي. وخرجت ريهام واعتذرت وقالت ان هي اول مره في حياتها تنزل خبر وما تتاكدش منه بالمستندات. الله، انت بترجعي تكرري الغلطه مره تانية وما ترجعيش لصاحبه الخبر وهي الفنانه حوريه فرغلي؟ الحقيقه شيء غريب جدا، ولكن علشان تكونوا فاهمين وفي وجهه نظري الخاصه وطبعا ممكن توافقوني عليها او لا، الموضوع كله مترتب، الموضوع كله دلوقتي ترند، ترند اطرافه ثلاثة حورية ونزار وريهام سعيد. الموضوع كله واضح جدا ان هو مترتب وده علشان الناس تتكلم عنهم وتتكلم عن الحلقة اللي هتتذاع، حلقة حورية ونزار الفارس. فذاعنا خبر خطوبتها ومش احنا بس، يعني مثلا موقع الوطن كمان اذاع خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس في احتفال عائلي، وتم ارسال الفيديو والصور من نزار نفسه. وبعدين لما دخلت دلوقتي للاعداد وراني واتساب بينه وبين نزار بيقول له الخبر ده حقيقي؟ قال ايوه حقيقي ان شاء الله وربنا يتمم بخير. احنا عارفين طبعا ان نزار كل فتره كده بيطلع بجدل زي جدل رانيا يوسف اللي انتوا عارفينه قبل كده والموضوع اللي اتكلمنا عنه قبل كده وموضوع مشكلته مع رانيا. هو ايه اللي بيحصل ده؟ استخفاف بالناس علشان الناس تجري ورا الخبر ورا اثاره الجدل ورا الكلام اللي بيحصل على السوشيال ميديا والمشاكل، وبالفعل بيتحقق غرضهم. ايه رأيكم؟ الموضوع كله واضح جدا ان هو مترتب. حورية فرغلي زعلانة ليه جدا وقالت ان حصل لها مشاكل وان وان وان، مع ان حضرتك صورتي معاه فيديو سيلفي وصورتي معاه وانت بترقص، يعني عادي جدا لو نزل الفيديو ده في اي مكان. اما موضوع الخطوبة ده شيء عادي جدا، ما ياما الفنانين بيطلع عليهم اشاعات، لكن ايه اللي كبر الموضوع وايه الموضوع بالشكل ده بتاخديه على صدرك قوي كده ليه؟ الحقيقة ده كان شيء غريب جدا من حورية فرغلي. والحقيقة كلنا بنحب حورية وكانت مكتسبة تعاطف الناس معاها في الفترة اللي فاتت نتيجة طبعا حالتها الصحية والموضوع اللي انتوا كلكم عارفينه، ولكن بحدوث موضوع زي ده الحقيقة الناس كده قلقت شوية من حورية وبدأت تفكر ليه حورية تعمل كده؟ ما ينفعش خالص موضوع الترند ان احنا نجري وراه بالشكل ده، ما ينفعش ابدا. والناس دلوقتي بقت بتفهم كل اللي بيحصل بالتأكيد. ايه رأيكم؟ الموضوع مترتب ولا لا؟ هل الموضوع اشترك في اطرافه ريهام سعيد وحورية فرغلي ونزار الفارس ولا ايه رأيكم؟ اختلاف الرأي زي ما بقول لكم كل مرة لا يفسد للود قضية، ولكن من واجبنا ان احنا نطلع ونتكلم ونقول ان الموضوع ده شكله متفبرك. ايه رأيكم؟ والهدف منه متابعة حلقة نزار وحورية، وبالفعل حقق كده الهدف. يا ترى هتشوفوا بقى حلقة حورية ونزار ولا لا؟ اكتبوا بقى بسرعة رأيكم في التعليقات. اشكركم جدا، اشكر كل الناس اللي استمرت معايا لنهاية الفيديو، معنى استمراركم معايا لحد هنا ان الفيديو عجبكم. بشكركم للمرة التانية واهلا وسهلا بكل الضيوف الجدد. اتمنى دايما ان احقق كل رغباتكم في معرفة اخبار الفنانين اللي بتحبوهم واخبار الترندات والفن وزمن الفن الجميل. بشكركم للمرة التانية، انتظروني في حلقة اخرى من قناتنا ياسمينة اليوتيوب واخبار النجوم.